مرحبا، رجعنا لكم من جديد في حلقة معرفية جديدة في عالم الدراعة. رحلتنا المعرفية بتكون حول دراعة البنجر عن طريق استخدام الآلات المخصصة، بالإضافة إلى معرفة طريقة حصاده بواسطة آلات حصاد المحاصيل الجذرية في المزارع الكبيرة، وفي النهاية نعرف طريقة معالجتها لتكون جاهزة للاستخدام المباشر من قبل المستهلك لذراعة البنجر أو الشمندر. يتم إعداد التربة الطينية من خلال استخدام الآلات في أكثر من مرحلة على حسب طبيعة الأرض والمحصول تم زراعته من قبل. تمر الجرار على كامل مساحة الذراعة للتسطيح ولتسوية الأرض لتكون في مستوى واحد. بعدها مباشرة تبدأ مرحلة الذراعة بواسطة الذراعة. بتم تعبئة بذور البنجر داخل صناديق البذور في الزراعة، وبعد ذلك تنتقل البذور إلى مكان إسقاطها. يتم غرز البذور في عمق نص بوصة على الأرض الممهد مسبقا. تتكرر العملية إلى أن تتم تغطية المزرعة بالكامل. مباشرة تبدأ عملية الري على حسب الجدول المعد مسبقا بناء على درجة الحرارة ومعدل الإشعاع الشمسي، وده بتكون موضحة في جدول الري. وفي هذه الفترة تتم مراقبة النمو الخضري بصورة جيدة إلى أن تكتمل مرحلة النمو الخضري بالكامل، من ثم تبدأ مرحلة الإزهار وتكوين الجذور بحجم كرة الجولف والتنس، وكده بيكون جاهز للحصاد. تدخل الآلة لحصاد جذور البنجر، والآلة دي بتكون مخصصة لحصاد المحاصيل الجذرية الدرنية، والحصاد بتم من خلال غرس مقدمة الآلة في التربة إلى عمق أعمق من عمق جذر البنجر. بعدها مباشرة تقلع النبات لقارية التربة، مع العلم في نفس الوقت قلع النبات في وحدة منفصلة تعمل على مسك النبات المقلوع من الأوراق. بعدها تسحبها إلى الأعلى إلى أن يصل لوحدة آخر تعمل على قطع الأوراق الجذر، من ثم تواصل الجذور البنجر سيرها إلى القضدان الرئيسي. مباشرة تعبى داخل تريلات نخل، من ثم تفرغ في وحدة منفصلة تعمل على غسيل الجذور من التربة مع هز الجذور عشان يتم التخلص من معظم الطين الآلق، ومن هناك ترحل بواسطة الجرارات الكبيرة إلى مصانع التحويل الرئيسية. وداخل هذه المصانع أول حاجة تدخل البنجر في وحدة فيها ماء ساخن لطهيها، من ثم تخرج الجذور لوحدة آخر تعمل على تقشيرها، من ثم تنقل بواسطة سيور النخل إلى وحدات التعبئة والتغليف. تبدأ مرحلة التعبئة على حسب الوزن وعدد حبات محددة في أكياس محكمة الغلق. مباشرة تعبى هذه الأكياس داخل صناديق كبيرة ليتم إدخالها داخل وحدة طهي ثانوية لتكتمل عملية الطهي كاملة. لغاية هنا عملية التعبئة لم تكتمل بعد. بعدما تم استخراج الأكياس من وحدة الطهي الثانوية، تمرر عبر سيور النخل إلى مكان التعبئة في كراتين على حسب قطع الإنتاج الذي ينتجه الشركة للمستهلك، ولغاية يصبح الجذور جاهز للاستخدام إما في صناعة العصير أو طهي من خلال طبخات محددة. وفي النهاية ما تنسى تضغط لايك للفيديو ومتابعة حسابنا. أشوفكم في حلقة قادمة. سلام.